جبتو هاد الباليزه هادي اخوتي، هاد الباليزه جبتها معمره بالتفصايل، هادي جبتها معمره بالتفصايل في رمضان. في رمضان جيت باش نصوم مع اختي، انا عمر ما ننسى داكشي اللي دارت فيا اختي، عمر ما ننسى اختي وراجلها وبناتها، اختي العزيزه اللي كانت عندي معزيه. هاد الباليزة اختي اخوتي جبتها معمره بتكشيت، قالوا لي يا اختي اخالتي بيعينا تكشيت، قلت لهم واخا، فرحت قلت لهم واخا. مشيت اخوتي، مشيت كنقول لهم فوقاش يجيو البنات يجلسوا، برميت غياس نتا حامل قيمت وسنتيد نداغس نتيش تيش زيتينا فاحنت ثني ثم زيانت ثني يا خاتشين شخص بدرغ إمي ذو برغ يوغاس نتاين تفسير مرة نش خارقه أذا يهزمنت واخا خوتي أنا شوقي غادي قنفير تازراني خافي دقينت همام كور ما راه هاد السي وراها ما دق الشكاية خو خو تليفوني زي عزمن صافي عما سدتو وزرن تتخافي تغيما يا ساعة تير مغاب نشاي السماي وغاسم تعيشين مية نتقضية 30 مية 32 مية 50 مية 50 أغو نس وتشما ساس راس نتكور الشي وفيغ كينتاي حوايجين وما راه زي باليزا من فوق ازرويا ازرو تيموم ازرو تيموم ساس نتاي تازونج ديعما ساس نتاي ساس نتاي من فوق ازرويا ازرويا ان شاء الله ازرويا نج ديعما ان درديت حيدوست ياش ان شاء الله نتا غيشهدن زازرويا هذا فين ما مشيت نتاع جدي كنديه معايا تقزاي ستايمو وفيغ كين دا يدي باليزا روحو ايا زنس دمي سخاتشي نتا تو غيخدم دا حمار دي دريوش نشتو غاخدم غاس خدم غاه النص تو غا تايم غاس إمي تو غادير كبداني يزق دا الجار عزيزي تو غايي تايم غيث مغاه النص يوتش ما نتا تحجب نهار تالي يوزر تخافي يناير هذا يخسر قدره راش اني غاس اوار احق وا احق جدي احق جدي اني غاس رانشو تيسغشا اقا رانش ذي سرسقين يبدا شان جهرش كي رتاح غار سواق يناير واجيش مواها اتعذم ذي خفن مذا خفن مذا رانشين واد التاسشا نو حرمان الزي من السلحاش نتو قاد السلحيد وها يسمى تدع تتورم تو غذا باتيو باتيو انيشت تو غذا كوزينا تو غذا روسن تدع انيشتو يا روسن تدع هو تحيدي روسن تدع ذاني تو غذا يخم تو غذا بيت الماء تو غذا يخم بيت لا دوش وين تانا الصالون وين تدخم وين تانا روسن تدع ثاني تانا تاخرت كنديس الحوايج تداهين وسنج عشرين مية عشرين مية تدا ثوات صغير عاب حقد اللوطو نيغت وفي خدمة العاشين تدا ثوات صغير تقوم يموت واعي زينو نهار ومن هنا صغير تدا نيغاس وذي تخدا سوشرا عاون خشم صغاس ثنيه ديشا عشرة ديزها 10 2017 و 18 و عقير ديزها 10 2018 ارميس هانت نستا و تخدس و تخدس رشرا ني اسمي عليش تغلقو غاس نشا و مي روحي و في الصالون تسوت سو الصالون توكا ما صوري غا و صالوني تقول هاد الزهر قلت شمع تقول شمع رخو 8 هني عام النير 10 شواني نتشرا ذا سنير معليش الخطا وينو خسنت هذا هي التساس
ما غاث الزراني خافيتو الزر تزراني خافيتو الزر يجون سيقيح شوما رادي السيس غاس خمسين سيم سبعين السيس غاس ما غا يجنو يجتو تقاسين قثني تخاتشي فنغ حشوما وخاس انتي الزرشان قدار ندان زعما نش ثنيغ واحري نش سنق ما مشقير نش سوار خشق ايوي غايسوم ايوي 5 كيلو ايوي 35 الفانك ونحسوم ازيس نسعدو عار نداني كمر تاح نجيات ثقيت ايش مضاس ما ردوش تشما غايسوم ثقيت مارا كاغ نش هنا يجي هنا يا ماما ما دين تقيبت ني عصي جودة تغيمي خشير ني عصي مارا كونتين ويغامو وزماد عزو تداهينو خاد شمس متعطى شما الشير وصيغ دا ذك سيغ دا ويغا ذك سيغ الحوايج وفي غاز من تاية تريفو غرين تايت ماما وني دي سي ني خشا وموار سقاد نتاس تقواتساب كسين تم نمرو نص سقاد نتاس تقواتساب ابناد مني ويقيم يتصل بزاير خو كسين تم نمرو نص عاود نتاس المشاكل ينو غا فرنسا ان انت سامي دايك ثنا مي دايك ثنا مي دايك ثنا خاتشي هذا معاود غير يسمع عاد من تاي تريفو حسين تنو ما عرفتو غاي واتساب تصر الزيت نتاع غزن غا فرنسا واتساب ان انت اقا امي دايم ثنا امي دايم ثنا امي دايم ثنا خاتشي يوزان النقض عندك كي دي اتصال ني غاسناش تمسا نانا يا مي داي خصني دا مي داي خصني دا مي داي خصني اومي ايستيس وتشمان فوالا فهمتوني اخوتي اللي كاين من اللي كيفهموش الحاجه خوت اختي جرات عليا بقات ساعه المغرب اختي اللي كانت ساكنه عندي في الدار 15 سنه وقبل 15 سنه شريت الدار في 97 وهي عندي المفتاح عندها وهي ساكنه في الدار وانا ملي كنجي لفرنسا كنمشي عندها ديريكت كان عندها البيت جوج بيوت بحال اللي كان عندها الشاطو واكله شاربه وكتلقاني وانا كنحل بورت باجاج عندها اختي 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 وحلفت نحل بورت باجاج عندها واخا رحلت كنمشي لعندها نهار التالي جراو عليا بناتها داروا لي الباليزه برا في رمضان جراو عليا وما نسمح لهمش مرضوني ام بلوس رفدوا لي التليفون من واتساب كيتصلوا كاع مع احبابي الفاس وجده فرنسا كيقولوا واش قالت فيكم خالتي انا دوك الناس نسيتهم نحلف لكم بالله عمر ما قلت شي هضره هما هضروا لدوك الناس اللي في فرنسا حتى قطعوا عليا الهضره قلت كيفاش هاد الناس قالوا لي اش قلتي اش قلتي فينا البنات اختك ويا اختي خوتي علاش هاد الشيء ملي ولدي تزوج ما تزوجش بيهم انا ما بغيتش ماشي ما بغيتهمش ما بغيتش المشاكل مع اختي كنت غادي نخليها ترانكيل ما بغيتش نقطع على اختي الولد عرفتهم الدراري كي دايرين الولد معصب قلت ما غاديش انا نتزوج بنت اختي راه غادي يوقع المشاكل السبه ما هي هذيك السبه نتاعي باش جراو عليا السبه هي ما تزوجت على ما ديتش بناتها اختي الحبيبه ملي كنتي كتبسطي وحده مور وحده كنتي ولديهم ليا ولا انا ولدت غير جوج وحبست انا كان عندي الراجل نتاعي كان 25 من اللي مات لو كان بغيت نولد لو كان عندي 100 بنات قال الله يعاونكم ولا سمعتي ردي عليا وبصح ما تعايرينيش ولا عايرتوني ندير لكم الشكايه في التليفون اللي حليتو ليا سلامه